قصة كبش العيد. بينما كان أخي صبري واقفاً قرب باب الحديقة ينتظر قدوم أبي، إذ شاهده قادماً يجر وراءه كبشاً، فذهب إليه يجري وهو يقول: أهلاً بكبشي، أهلاً بكبشي. انحنى صبري على الكبش ولمس رأسه وظهره، ثم أخذ الحبل من يد أبي وقاد الكبش إلى البيت، فما وصل به إلى الحديقة حتى ربطه في شجرة التوت الكبيرة، وجذبني من يدي وقال لي: انظري ما أجمل كبشي، وجهه أبيض وقرناه طويلان، أما أذناه فعريضتان. بعد قليل انصرف صبري إلى طرف الحديقة وجمع كثيرا من العشب الطري وقدمه إلى الكبش، فجعل يأكل وصبري ينظر إليه. اهتم صبري بالكبش منذ هذا اليوم، فهو الذي يقدم له العشب والعلف والماء، وهو الذي ينظف مربضه من حين إلى آخر، وهو الذي يلعب معه في الصبح والمساء. وذات يوم خرجت من البيت وذهبت إلى الحديقة لأتفقد الكبش، فوجدت صبري جالسا على رجليه رافعا يديه إلى رأسه ويشير إلى الكبش يريد أن يعلمه النطح، فنهيته عن ذلك الأمر وبينت له ما قد ينتج عن مناطحة الكبش. وقبل العيد بيوم جاءني صبري بأشرطة مختلفة الألوان وقال لي: أريد يا سلمى أن تزيني الكبش بهذه الأشرطة لأصوره قبل أن يذبحه أبي في الغد. بعدما زينت الكبش بالأشرطة أحضر صبري آلة التصوير وقال لي: قفي حذو الكبش لأصورك أولا ثم صوريني أنت. فما كاد يجلس على رجليه ويرفع الآلة بين يديه حتى هجم الكبش عليه ونطح الآلة فتكسرت. بينما كان صبري غاضبا ينظر مرة إلى الآلة وأخرى إلى الكبش كنت أضحك، ثم أمسكت بيد صبري وقلت له: لو علمت بنصيحتي لما نطحك الكبش ولما تكسرت الآلة.